يعطيكم العافية. خلينا نبلش بهذا السؤال، سؤال بسيط جدا برضو سهل نفس الأفكار السابقة. طبعا فكرة T1 بلس V1 سهلة. Spring has an stretch length of 0.4. Stretch length of 0.4 يعني تطرح من كل X 0.4. والستيفنس له الكي ميتين كتلته ثلاث، وبقول يبلش من عند الA بالزيرو لأوجة السرعة عند B. يلا وصف قطر المسار هذا تيت، يعني انه هاي تيت. يلا 1 0 تو بده اياها نص ام بي بتربيع ام 3، يعني هاي 3 على 2. في 1 الاستيك او في 1 جرافيتي، خلينا نفرض الديتم هون 0. في 2 او في 1 الاستيك يساوي نص كي اكس تربيع، نص في 200 اكس تربيع. اكس ايش هي؟ نصف القطر هذا هي 0.8 ناقص 0.4 لان ستريتش لينكث التربيع. بضل عندي في 2 جرافيتي. في 2 جرافيتي وين ما هو النقطة الثانية بي، كم الجرافيتي لها؟ سالب 8 سالب 8 جي جي اتش ام جي اتش اللي هي الام اللي هي 3 ام جي اتش. في 2 الاستيك بتساوي نص كي اكس تربيع، نص في 200 اكس. ايش طوله هون الزنبره؟ دي البي طوله هيو كتلي طول الوتر هاف 0.6 تربيع زائد 0.8 تربيع تحت الوتر، يعني 0.1 او 1 1 ناقص 0.4 تربيع. ترتب المعادله بيخلص الحل. نشوف حل. يلا هي 1 هاي 0.4 0.8 ناقص 0.4، يعني شايفها كلها صح. هاي سالب 3 في جي في اتش هيها صح. اتوقع المعادله هي 3 على 2 في تربيع هيها، وهي 0 ما فيش 0 هيها 0. المعادله حل صح 100%. يعطيكم 1000 على